جيت لقيت بنتي مرميه، دمت ياسين فمها بنتي في غيبوبه، اللي ضربها قال لك دار راسو راه مشى للسبيطار هو ومرتو، انا ما كنتش حاضره، حاضره اختها وحاضره مرت خوها. انا بنتي تكرفصات لي، الله اعلم اسيدي، هما ديما كيهدوا علينا، ديما داك راجلها ديما كيدوز كيرمي علينا المعاني، ديما كيدوز كيرمي المعاني، كيعاودوا للجيران قال لك هذه باب الدار والاخرى جايه كتهضر هي وياها. مشات جابت راجلها للدار، جابته لعندنا هنايا للحومه، راه مالي الحومه كلشي كيشوفوا، قلت كيبوت بنتي في راسها وفمها، ضربها للفم ديالها ولا الراس ديالها. واش ضربها؟ ما عرفاش بونيا ولا ركله ولا ما عرف فمها كيسيل بالدم وراسها كيسيل بالدم. ما عرفتش حتى نشوف الطبيب اش غادي يقول لنا. هادي اختي انا اللي واقفه، كنت كنهضر مع الزوجه ديالو، تنهضر انا وياها عادي، كنهضروا كنتناقشوا انا وياها. اخي الهضره هكايا كنتناقشوا انا وياها، نوضي انت وسيري عيطي لراجلك واجي، وبقى كيتهز علينا وتيقاس كيسبنا، شويه ضربني انا قامش ليا الوجه ومهرس ليا النظاظر ديالي، ها هما النظاظر ديالي مهرسهم ليا، ها هما عندي انا غادي نوريهم لك. شويه ضرب اختي راسها وضربها لفمها، هما النظاظر ديالي زاطم لي عليهم ومهرسهم ليا، واختي ضربها قبضها من شعرها وقاس كيزدح لها راسها مع الارض حتى خرج لها الدم من فمها وراسها كامل مبوط، هي مجبده في الارض. هاد السيد هذا طغى، واش حنا حيت لقينا عيالات هكا يا هكا هاجم علينا؟ حتى حنا عندنا خوتنا، ولكن حنا ما كنبغيوش الفوضى، حنا كنبغيو اي حاجه تكون على يد القانون، على يد المخزن. هاد السيد اللي تعدى علينا حنا ما بغيناش الحق ديالنا يدوز، حنا ما بغيناش حقنا يدوز، حيت ولات السيبه منين راجل يضرب مرا راه ما بقى هاد الشيء، هذا راه ماشي هو هذاك. واش راجل يقبط مرا ويجلس يضربها؟ هاد الشيء راه لا اله الا الله محمد رسول الله، الله ياخذ فيه الحق. وفي الاخر داير راسو حنا ضربنا، واش عمر المراه تضرب الراجل؟ واش غير هو كلوشار جاب له الله راه كلشي بحال بحال باش يتعدى عليا انا، يهرس لي النظاظر ديالي ويقمش لي فوجي ويضرب اختي هكا ياكم جبدها هي في الارض بالدمايات ديالها وجهها كامل عامر دم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق. حنا كنطلبوا من المسؤولين يقبطوا لنا الحق ديالنا، حيت حنايا راه حنا في دوله ديال القانون وديال الحق، حنا ما عايشينش في غابه، ماشي غير اللي جاي يتكرفس على شي حد، ما بيننا وبينهم حتى شي حساب، غير هضره عاديه. حنا كنهضروا مع امراه، كنهضروا معاها عادي، نوضي انتيا بقينا كنزيدوا في الهضره، نوضي عيطي لراجلك، جاي راجلها قاس كيضرب فينا، واش حنا عايشين في غابه؟ حتى حنا راه عندنا الرجال، ولكن حنا ما موالفينش كنصيفطوا رجالنا يضربوا العيالات، باش راجل يتعدى على مراه هذه راها ما كايناش. حنا كنطلبوا من الامن يقبط لنا الحق ديالنا.